السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نحل مع بعض امتحان الأخير في الباوربوينت ونضغط Start Test. نكتب رقم 5 في الكيبورد في مخانة Skill Number ونقول له Proceed. نختار الامتحان رقم 3 وبعد كده عندنا اختيار Start تيست. السؤال الأول بيقول using a simulated desktop open microsoft powerpoint. قم بفتح ملف برنامج microsoft powerpoint من سطح المكتب، بعمل زر يمين واختار open، وبعد كده عندي ايه submit. add an arrow head to your choice to beginning of the selected line. ضع علامة رأس ايرو سهم في بداية الخط المسلط. من علامة الارو ستايل بختار علامة السهم في بداية الخط بتاعي واضغط على كليك وقول له سبميت. السؤال اللي بعده select 3PT single line option as the width of the selected line. اوكي، من هنا وبختار ستايل لاين وبختار حاجة اسمها ايه 3 بت. سبميت. السؤال اللي بعده add slide with placeholder for post text and clip art graphic to this presentation. بيقول ايه ضع تايتل عنوان وجرافيك للنافذة بتاعتك بتاع الباوربوينت بتاعتك. هنا هو عندي اتنين فيهم جرافيك كليب ارت، انهي فيهم؟ الاول هو عايز تكست اند كليب ارت مش كليب ارت اند تكست، فاختار التكست اند كليب ارت واقول له ايه اوكي ثم سبميت. السؤال اللي بعده كليك اون ذا تايتل بليس هولدر اند اد الكلمه اللي اسمها نيو سيلز. بضغط كليك واكتب نيو سيلز ان كابيتال اي دبليو مسافه اس كابيتال اي ال اي اس، ولما تخلص خالص اضغط ايكون سيف الكيبورد كليك سيف تول بار. يبقى هنا هو نيو سيلز كتبت اس ال اي اس اس ال اي اس واختار سيف ثم سبميت. السؤال رقم 6 اكسس ذا دروينج تول ذات وود انيبل يو تو اد تكست بوكس تو ذيس سلايد. اضغط على الايقونه اللي من شريط الرسم اللي عندك اللي هي الخاصه بالتكست بوكس. ادي شريط الرسم اللي عندي وادي تكست بوكس، كليك عليها وقول له سبميت. السؤال اللي بعده كرييت ا نيو سلايد، قم بانشاء سلايد جديده وخلي فيها اورجانيزيشن شارت مخطط. من قائمه انسيرت بقول له نيو سلايد واختار منها ايه اورجانيزيشن شارت بتاعتي واقول له ايه اوكي سبميت. السؤال اللي بعده كرييت نيو سلايد كونتيننج شارت اند تايتل، يكون فيها شارت وتايتل. من قائمه انسيرت برضه بنعمل سلايد جديده، ادي الشارت والتايتل في من فوق اهو واقول له ايه اوكي سبميت. السؤال رقم 9 كوبي ذا سيلكتد تكست، قم بنسخ النص الذي امامك، زر يمين عليه واقول له ايه كوبي. السؤال 10 كليك انسايد ذا تايتل، اضغط في مكان التايتل هنا هو ادي التايتل فوق كليك عليه سبميت. السؤال رقم 11 ذا تايتل فروم سلايد 1 هاز بين كوبيد، تم نسخه، قم بلصقه، لصق النص الذي ايه تم نسخه قبل ذلك، زر يمين واقول له ايه لصق سبميت. سويتش تو سلايد سورتر فيو، من قائمة فيو عندي بدور هل عندي تاني اختيار اسمه سلايد سورتر، بضغط كليك عليه واقول له اوكي. ديليت سلايد 2، قم بحذف سلايد 2، كليك شمال عليها واقول له ايه ديليت من الكيبورد واقول له سبميت. السؤال رقم 14 موف ذا سيلكتد بليس هولدر تو ذا توب هاف اوف ذا سلايد، قم بتحريك عنصر الذي امامك دوت وحطه لي فين في الجزء الاعلى. بعمل له كليك وابدا اسحب فيه واخليه فين في الجزء الاعلى عندي واقول له سبميت. سؤال رقم 15 تشينج ذا فونت، غير نوع الخط واخليه اريال، ادي النص مظلل من الفونت بتاعي واختار الخط اريال واقول له سبميت. سؤال رقم 16 اد ذا وورد انتروداكشن، ضع كلمه انتروداكشن اد ذا فيرست كاول عنصر في البالتد ليست، ادي البالتد ليست بتاعتي كليك عليها واول عنصر اكتب كلمه انتروداكشن اي كابيتال ان تي ار او دي يو
سي تي اي او ان. بتاكد من السبيلنج بقوه لان هي السبيلنج عليها درجات برضو. اي ان تي ار او انترو دي يو سي تي اي او ان. بعد ما تخلص كليك انتر، اضغط انتر من الكيبورد، ادي انتر واقول له سبميت. اكسس الديلوج بوكس، قم بالدخول على المربع الحوار اللي يساعدك عشان تعمل انكريز سبيسنج، تزيد المسافة البادئة. بزيدها منين؟ من قائمة فورمات عندي. لاين سبيسنج المسافة اللي هي ايه بين السطور، انكريز سبيسنج المسافة بين السطور، اقول لاين سبيسنج واقول له سبميت. السؤال اللي بعده سنتر اللاين، اعمل محاذاة توسيط للنص المظلل، ادي ايه سنتر سبميت. السؤال اللي بعده بوت شادو، ضع شادو للنص المظلل. علامة الشادو طبعا زي ما احنا عارفين علامة الاس، كليك عليها واقول له ايه سبميت. اكسس ذا هيدر اند فوتر ديالوج بوكس، ادخل على الهيدر والفوتر، مقام فيو عندي، بختار ايقونة هيدر اند فوتر واقول له سبميت. السؤال اللي بعده يوز ذا ديالوج بوكس اوتوماتيكلي اد سلايد نمبر، ضع سلايد نمبر، اد سلايد نمبر، كليك عليها يبقى ضعناها. نكمل السؤال تو اول سلايدز، يبقى هنضغط ابلاي اول بس نصبر شويه، اكسبت ما عدا ذا تايتل سلايد. هنا في اختيار اسمه دونت شو اون تايتل سلايد، ما تعملش حاجه خالص على التايتل سلايد. يبقى هو هيقول له ايه ضع النمبر بس ايه ما تختارش التايتل، يعني نفسه دي هي، واقول له ايه ابلاي اول ثم سبميت. السؤال رقم 22 اندرلاين ذا سيلكتد تكست، ضع خط تحت النص المظلل، اندرلاين واقول له سبميت. رقم 23 كوبي سلايد نمبر 2، قم بنسخ السلايد رقم 2 والزقها كسلايد رقم 4، ادي قفز على سلايد 2 واعمل لها زر يمين واختار ايه كوبي، ومن هنا عندي زر يمين واختار ايه لصق ثم سبميت. السؤال رقم 24 اد ان ايمج، ضع ايمج اوف اليون لمين لليون، تو ذس سلايد فروم ذا انيمالز كاتيجوري، ضع رسمه انيمال، ضع رسمه اسد ليون من ايه في الكليب ارت اللي قدامك دوت، وهتجيبه منين؟ هتجيبه من انيمالز بتاعتك. هنضغط في البدايه دبل كليك على الايقونه بتاعت كليب ارت، دبل كليك عليها، تظهر النافذه اللي قدامي دي هي، اختار منها انيمالز ثم اختار ليون واقول له ايه ادراج سبميت. السؤال اللي بعده if you want to resize، اذا اردت ان تقوم بعمل اعاده تحجيم للصوره اللي قدامك المظلله بحيث انك انت تكبرها او تصغرها، بتضغط فين؟ كله بنضغط على الايقونه دي هي عشان نعمل ايه تكبير وتصغيرها، كليك عليها وقول له سبميت. open the slide master للبرزنتيشن، بجيب السلايد ماستر من فيو واختار ماستر ثم عندي ايقونه ايه سلايد ماستر، كليك عليها ثم سبميت. السؤال اللي بعده change the color of the text، غير لون التكست، use to slide title اللي استخدم التايتل اللي من فوق وخليه بلو ازرق، من الفونت كولر بختار بلو عندي ثم سبميت. select a graphic of a man، انا عملت اختيار الجرافيك بتاع المان دوت، وكمان اعمل له ايه زين كات ات واعمل قص، ادي سيلكته عملنا عليه تحديد زر يمين عليه واقول له ايه قص سبميت. جو تو سلايد 6، اسحب للسلاح رقم 6 كليك عليها. اجرافيك ايمج هاز بين كوبيد، هناك ايه في الذاكره في صوره تم نسخها، قم بلصقها، زر يمين واقول له ايه لصق، او اختار الايقونه بتاعت مين لصق من فوق. درو ان اوفل، قم برسم اوفل يعني ايه بيضاوي انسايد ذا ريد بوكس، داخل هذا المربع، كليك على الاوفل وابدا ايه ارسم ايقونه اوفل داخل المربع دوت واقول له سبميت. اد بريسيت شادو، ضع شادو للتشويس بتاعك في الاوتوشيب، ادي التشيب بتاعي، كليك على الشادو واختار بريسيت شادو واقول له سبميت. السؤال اللي بعده يوز ديلوج بوكس تو انسيرت ديت، من المربع الحوالي قدامك عايزك تزيد الديت، ادي الديت كليك عليه. طب نكمل بقى السؤال فور اول سلايدز، في كل الشرايح يبقى في الاخر هضغط ابلاي اول، بس ذا ديت شود اوتوماتيكلي ابديت، ما انساش اوتوماتيكلي ابديت، ما دام هو قال لي اوتوماتيكلي ابديت اعلم عليها واقول له ابلاي تو اول ثم سبميت. السؤال رقم 34 برنت، قم بطباعه فيرست 6 سلايدز، اول 6 شرائح اوف ذيس برزنتيشن لهذه البرزنتيشن،
once split pages with a frame with a frame ما ننساش with frame. نطبع ازاي؟ من قائمة فايل ونقول له برنت، تظهر النتيجة قدامي. وعايز يطبع كام شريحة؟ اول 6، يعني من 1 إلى 6، 1 شرطة 6. عايز فريم؟ ادي ايقونة الفريم علمناها. وبعد كده اقول له ايه؟ كليك على ايقونة ايه؟ اوكي، عشان يبدأ يعمل طباعة اول 6 شرائح. open the presentation name training، افتح البرزنتيشن اللي اسمها training الموجود في my documents. من قائمة فايل اقول له open، وعندي training عندي اهي، اقول له كده ايه؟ open. submit. السؤال اللي بعده، save this presentation as practice في floppy disk. من قائمة فايل بقول له save as، واختار الفلوبي ديسك بتاعي، ومن ثم اسميه ايه؟ براكتس، بي ار بي كابيتال ار اي سي تي اي سي اي، واقول له ايه؟ اوكي، بي ار اي سي تي اي سي اي، واقول له كده ايه؟ سيف، سبميت. السؤال اللي بعده، ريموف ذا فورماتنج تول بار. قم بحذف شريط اداه الاسم فورمات من الباوربوينت. زرين في حته فاضيه وعلم صاحب مين، اشيل الصح من فورمات. عملت فين الزر اليمين؟ عملته في المنطقه الفاضيه اللي فوق، في المنطقه الرماديه دي هي، واشيل الفورماتنج بتاعي واقول له سبميت. يوز مايكروسوفت باوربوينت، باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت فايند، قم بايجاد التوبيك اللي اسمه 35 mm سلايدز. قائمه هيلب بختار اول اختيار، بيظهر المعالج بتاعي، وابدا اعمل ايه؟ احذف النص الموجود واكتب وعايز كام؟ 3.5 mm مسافة، باوربوينت بي او دبليو اي ار بي كابيتال البوينت بي او اي ان تي. بعد ما نكتب باوربوينت بتاعتنا نضغط ايقونة سيرش، او سوري هو عايز 35 mm سلايدز، اس ال اي دي اي اس بس الاي دي اس، واقول بقى كده ايه؟ سيرش، ثم سبميت. السؤال اللي بعده، كلوز ذيس برزنتيشن اللي اسمها ستودنت، في برزنتيشن مفتوحه اسمها ستودنت موتيفيشن بدون ما تقفل الباوربوينت كله. عشان نقفل النافذه مفتوحه بس نقفل ويندو، عايز نقفل المشروع كله، نقفل البرنامج كله من فوق، هنقفل النافذه بس، نقول له سبميت. السؤال الاخير، كلوز مايكروسوفت باوربوينت ابلكيشن، بقفل الابلكيشن كله اللي بره واقول له سبميت. بنتظر الإجابة وإن شاء الله بتطلع 100 درجة.